يعني ضيف. صديق البرنامج. صديق والله احنا البرنامج بنحبه جدا في جدا، الاوقات ده دي، حقيقي، ده وهو حقيقي. ممتع والله بجد خد يعني. بالك يعني بيؤكد ان هو قادر على صناعه الحدث، هو في طبعا الحته دي برغم ان هو بيعيش شويه طبعا مهموم دايما طبعا بالزمالك ودايما عنده يعني طبعا متاعب في انتصار الاهلي، ولكن هو دي مفردات طبعا. ومقاومات اعلامي كبير. بص، تختلف في اراء هنا مع الاعلامي عمرو اديب او تتفق، ولكن لما تيجي تجيب اللحظات دي، انا بصراحه هو نموذج عندي للزملكاوي اللي لما يتحدث في اللحظات دي بتكون مستمتع. وعلى فكره لا الموضوع بقى بانتقاص من فريقه ولا حاجه، بس هو بيعرف يديك حقك في اللحظات اللي زي دي، بيعرف يفرش الفرشه بلغه الاعلام للنادي الاهلي، وتسمع كلام يليق بجمال النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي. نسمع الاعلامي عمرو اديب قال ايه عن فوز النادي الاهلي بالسوبر. اعجابي بالجماهير، وكزملكاوي سالت نفسي سؤال، هو احنا لو كنا رحنا كنا هنقعد فين؟ الاستاد كله اهلاوي يا جماعه، من اوله لاخره احمر في احمر في احمر، على راي الاجهر احمر على احمر، الاستاد كله احمر على احمر، فلو كنا رحنا النهارده او يعني اي حد خد فانيلا كده بخطين، كان في كذا واحد كده، كان هيقعد فين؟ خلينا نتكلم الاول عن اعجابي. احنا بنتفرج على ماتش حلو، كل الناس اللي كانوا بيقولوا ان بيراميدز جاي يعني يكمل الماتش ويعمل صورة حلوة، لا 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 يا جماعة، انا ما اظنش النهاردة في اهلاوي في العالم العربي كله يقدر يدعي ان بيراميدز موجود كمالة عدد، او ان الماتش سهل، او ان الاهلي مسيطر، او ان الاهلي كان ممكن يكسب 9، او ان الاهلي ماسك الماتش من اوله، او ان الاهلي عظيم جبار وبيراميدز واقف بيتفرج. بيراميدز كان ممكن في اي لحظه يقلب الماتش على دماغ الاهلي، لكن طبعا حضراتكم عارفين الاهلي 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 ضربه جزاء وعلولي يجيب الجون ولعنتنا الابديه كهربا. اي حاجه دلوقتي بقى فيها كهربا، اي سبب لاي شيء فيه كهربا، وكان في جون تاني جاي كان هيجيبه الكهربا. اي شيء بيحصل وكان مقصود ان الحياه لا تتغير الا بكهربا، وطبعا حضراتكم فاهمين ان الكهربا هي اهم حاجه في الحياه واهم حاجه عند النادي الاهلي. المدرب السويسري كان في اول الماتش كده كان متواضع شويه، انه لا مفيش شحات، مفيش كهرباء، مفيش قفشه، مفيش يعني الناس دي كلها مش هتلعب، هو الماتش سهل. وبعدين اكتشف ان الماتش من الصعوبه بمكان، وانه الماتش ممكن يتغير في اي لحظه، وانه الماتش ممكن يبقى ماتش تاني. اعجابي بالجماهير. مستمتعين بالاستاذ عمرو اديب طبعا الاعلام الكبير، وهو بيتحدث عن النادي الاهلي. والحقيقه ما فيش يعني مباراه سوبر بتخلص بدون نديه، وان كان وجهه نظرنا ان وجود بيراميدز في المباراه دي بديلا عن الزمالك ادى يعني نديه اكبر وصعب الامور على النادي الاهلي، عشان كده وصلنا للاكسترا تايم. لكن عجبني جدا احمر على احمر، وعجبني جدا قصه الحياه لا تتوقف يعني او لا تتغير الا بالكهرباء. بس خد بالك الكهرباء احيانا لو انت ما لمستش السلوك هتنور لك حياتك، لكن لو ما لمست السلك هتروح في مشكلة كبيرة جدا يعني.